Ayus, king of the palace, order his slaves to take the child out of the palace, out of his mercy, out of darkness. So that a wolf is ordered to take a throne, mountain of darkness, so that wolves of desert were fulfilled successfully what Sophocles has designed with Apollo. Apollo! Apollo, Lord of Beauty! Lord of Arts! Lord of Light! Not cruelty! Not indignity! Not cruelty! Not indignity! Not cruelty! Not cruelty! Tonight, we will declare you Hero of the Heroes! Hero of the Muse! Hero of the Muse! Odysseus, man of honor and dignity. Tonight we will declare you innocent from birth to death. Tonight we will declare you man of honor and dignity. Freedom and equality. Brother of humanity, symbol of utility, justice and morality, sacrifice and responsibility, tonight we will declare you a nation from Oedipus complexity, man of justice and morality. Tonight we will declare you head of this age, head of that age, head of this century, head of my country. Tonight, we will declare you Oedipus the second, hero of the heroes. Oedipus, 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 Oedipus.
Thank you.
الجيل. تقدم تقدم يا أصل الفساد، تقدم وقل لنا ماذا يقول ميكائيل عن موسم الحصاد. إخوتي، لم أعد أشتغل في مصلحة الأرصاد. يقول والله أعلم أنه أوكل أمر طيبة إلى أخيه إسرافيل لينفخ في الناس رمادا وجراء، أو أنه ستأتينا طائرا من أبابيل ترمينا بحجارة من قنابيل. لا، صدقوني إخوتي، طلقت الغيب، طلقت الحكمة والتنجيم، ما كنت غير عجوز مخرف. ألم تكن عرافا؟ لم أكن عرافا. ألم تكن نبيا؟ لم أكن نبيا. ألم ينزل عليك جبريل؟ والله والله لم ينزل علي جبريل. وزواج أديبة من أمي كذبة أبريل. صدقوني. صدقوني سموكليز. نعم. أتذكر أننا قدمنا العقد الأول في أبريل؟ أنا لا أذكر شيئا. وأدير لما كانت ضحية؟ أي مجرد هزل تقيد؟ تأكد. ما هذا البهتان؟ تكذبون في أعياد الميلاد؟ تكذبون ليلة رأس السنة؟ تكذبون في فاتح أبريل؟ لا، اللعنة عليك أيها البهوان. هيا تقدم. أيعقل أن يقتل إنسان من غير دليل أو برهان؟ خطأ الجلاد. هيا جل، تسرع في التنفيذ. لم يطلب حجة، لم يسأل براهين، لم ينتظر المحاكمة، نفذ في الحين. ليُجلى في الجلاد، ليُجلى في الجلاد، ليُجلى في الجلاد. ما قولك أيها الجلاد؟ أنا نعم أنت سمت في جرائم ارتكبتها أنت وسلالتك من الأسلاف. جرائم ترتكب بحق الناس والتعاف. ماذا أقول؟ ما أنا إلا جلاد رأس من يصوت فدري النار وأحقاد. أشت جلاد ضد جلاد، أحمل خلفي عرى الأسلاف وخزي الأحداث. بعت عقلك واشتريت الثور. اشتريت أساور من حديد وأصفاد. عش بلا عقل، بلا قلب، بلا صدر، بلا روح ولا جسد. الدفع على من وزع هذه الأنوار؟ أعطاكم العقل وأعطاني الأصفاد، فكيف أميز بين الجد وبين الحسد؟ سادتي، هل أخطأنا في توزيع الأدوار أم هي مسألة مصائر أعمار وأقدار؟ ماذا أقول لك؟ أصلحتك يا سيدي، لم تزدني غير عذاب في عذاب. خذ سيدي صوتك، أنا ما عدت من اليوم جلاد، أنا ما عدت من اليوم جلاد، أنا ما عدت من اليوم جلاد. الصوت، ولكن مسرحيتي لم تتحدث عن جلاد. الدم دم مؤلف جديد غير الأحداث، نقص وزاد. ليمزق هذا النص ويعاد، أو يباع في سوق المزاد. نعم نعم، ليمزق ويعاد وليكتب بخطاط المحراز. ريشته المنجل، حبله قطن، غيث لا كلمات. كوني يا أوراقي يا زاد، ملحا للأرض علفا وسماد. كوني سنابل زرع وأغاني حصاد. رأيتك زرعا أخضرا قادما من غير جراد. رأيتك قصائد حرث والغيث ميدان. رأيتك زرعاً
المقنع، جبة وعباءة ونعل مرتب. ما قولك أيها العراق؟ نتكلم. يا إخوتي، لن نعود إلى النعل المرتب، لن نعود إلى خلوة في العراق. ما في الجبة يا الله، ما في الجبة غير الهواء. من يطرد إلى وحوش الجبل؟ هنالك ينتظر باقي العمر الأجل. ليطرد العراق، ليطرد العراق، ليطرد العراق، ليطرد العراق. والجنات؟ نعم، ليشلت ويقيد كما تعود أن يشلت. نعم، ليشلت وليدق حر الصوت وعذاب الأصفاد. نعم، ليدق حر الصوت وعذاب الأصفاد. ليشلت الجلاد، ليشلت الجلاد، ليشلت الجلاد، ليشلت الجلاد. نعم، أنتم تمزحون لا شك، لن تتركوني في هذا المسرح في المغارة. سيخرج الناس وأبقى وحدي والحجارة. ليشلت الجلاد، ليشلت الجلاد، ليشلت الجلاد. وأنت هيا ادخلي النهضة وتمدد، فحسابك مع عزرائيل سيتجدد. سادتي، انتهت المحاكمة، نلتقي في احتفال آخر، ولكن قبل أن نطفئ الأضواء سنضع فوق القبر شيئا من التراب والحجارة قبل أن نسدل الستار. أدي الشهادتين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. يا من تبتي موسى في التابوت، وكذلك يوسف بطل الحوت.
والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الجمهور الكريم، كان معكم على هذا الركح أشبال مسرح جمعية فوانيس للتربية والثقافة والفنون والمسرح والسينما بمدينة القنيطرة. وقد شخص هذه المسرحية كل من رداد محمد ثابت عبد العزيز الخمسي نبيل الزمراني عبد العزيز في دور العراف مشياع خليل وفي دور الرجل الصلب السيباري محمد عفوا الطبيب محمد السيباري محمد وفي دور أديب الكحل سعيد في دور القاضي بخباز عبد العزيز وقام بالمكياج السيدة فاطمة حداد وفي السينوغرافيا جليل حداد وعلى الأورج مشكورين كل من طالب محمد والروح هليد وقام برسم لوحة الخلفية حناك نور الدين وفي اكسسوار هذه المسرحية هشام غياط وفي الموسيقى مصطفى مومو مسرحية أديب قدمها لكم المبدع ومؤلف المسرحية ومخرجها الأستاذ محمد أبو سيف شكرا جزيلا لجمهور القنيطرة.